المستثمر الهندي، واحنا بنصور في المنصورة فوجدنا المستثمر الهندي اللي بيستورد التكاتك بيصدرها لمصر يعني. Which kind of business you do here in Egypt? هو شغله في مصر كويس، هو شغال في التوك توك وقطع غيار، بيصدر لمصر توك توك وقطع غيار. Can you tell us what you know about auto rickshaw history in India and did you have any other taxi service there in India or only auto rickshaw? Yes, I have other taxi service in India, but the auto rickshaw service is cheaper than other, so people like this. بالطبع في وسائل أخرى في الهند غير التوك توك بيستعملوها، لكن الشعب الهندي بيفضل التوك توك عشان هو وسيلة رخيصة شوية وفي نفس القصة أمان. This auto rickshaws here in India make any problem to Indian people or the safety or لا ما فيش أي مشاكل بتحصل، لأن دي أفضل الوسائل هناك. Mr. Raj, since which time your company start export this auto rickshaw and this spare parts to Egypt? من حوالي 10 سنين فاتوا بيصدروا هنا التوك توك وقطع الغيار. هل المبيعات لمصر من الدول الكبيرة اللي بتستورد التوك توك في الوقت الحالي، ولا في دول أكتر منها بتستورد من الهند؟ Yes, you export this auto rickshaws by parts to Egypt only or you export to other country and which big country for you for طبعا دول تانية بيصدروا لها زي سريلانكا بنجلاديش. And which biggest country for you for export؟ أنا طبعا سألته إيه الدولة الأكبر مبيعات لك في تصدير مصر. ده مصدر هند، لأن التوك توك منتشر جدا في الهند، وهو بيقول إن مصر هي أكبر دولة بتستورد التوك توك من حيث الكام. أستاذ أحمد عبد الله، يعني بتستوردوا التوك توك إزاي أنت كمستورد توك توك؟ يعني بعيداً عن وجهة نظرك دلوقتي، بس عايز المعلومات المتعلقة، مين اللي بيشتغل في استيراد التوك توك في مصر؟ هو طبعاً حالياً في الوقت الحالي له الحق في استيراد التوك توك غبور، ومن 2005 هو التوكيل يقول له. طبعا احنا التوك توك اللي هو بيستورد التوك توك كامله، هو وكيل، انا وكيل دلوقتي على الشرق الاوسط. انتوا بتستوردوه ايه؟ احنا بنستورد قطع غيار دلوقتي حاليا، لكن احنا من اوائل الناس اللي بداوا يستوردوا التوك توك، بالاخص عندنا في الشركه احنا من سنه 99. قلنا احنا جبنا 3 تكاتك على سبيل التجربه، لان احنا قبل موضوع التوك توك ده احنا شغالين مع الهند في مجال تاني، فالتوك توك كان قدامنا موجود هناك باستمرار. ففكرنا يعني ان احنا نجيبه. تكنولوجيا بالزبط. وتقدموا في الادويه بالزبط. وتقدموا في الالكترونيات جدا، من اوائل دول العالم. يعني لما نجيب منهم نجيب التوك توك، الهند من اوائل دول العالم في الالكترونيات دلوقتي. طيب ما انا مندهش يعني. استاذ وائل مع حضرتك، ما انت النهارده يا دكتور يا استاذ وائل. الطب والادويه طب انت حضرتك يا استاذ وائل عمال تقول التوك توك ونجيب من الهند التوك توك، طب احنا ما بندورش ليه؟ كان ايه بديل التوك توك قبل ما ينزل مصر؟ بديل التوك توك كان الحنطور. ايوه معلش، احنا النهارده ماسكين التوك توك وانا سايب الاساتذه يتكلموا ولنا حق الرد عليهم، فالنهارده ماسكين التوك توك كسلبيات وكسلبيات. لا طبعا التوك توك له ايجابيات كتير جدا. لا مش الحنطور، ما كانش لا حنطور يا استاذ وائل. لا الحنطور طبعا وسيله نقل بطيء. لا الحنطور طبعا، وده وسيله نقل سريع. هو كان بديل التوك توك الحنطور. فالنهارده احنا ماسكين، هو دي وسيله نقل بطيء، التوك توك وسيله نقل سريع. ما ايه بديله يا استاذ وائل؟ يعني ايه التوك توك لما نزل يعني مصر ما يقدرش حد إيه؟ مثلا ياخد توك توك، ياخد حنطور قصدي، مسافه كبيره قوي. التوك توك بديل للعربيات النص نقل في الارياف اللي هي بيسموها التويوتا او البيك اب. هو ده اللي اتبدل، وبقى العربيه الصغيره التوك توك اللي هو مصنف قانونا.